انتظار عودة الحياة العادية للبلاد بعد التغلب على فيروس كورونا فعالية واحتفالات معبرة على فرح الشعب الجزائري. جاء هذا التعبير على مختلف الشوارع والأماكن العمومية، أين ارتفعت أصوات الهتافات والزغاريد التي خرجت من كبتها بعد طول الانتظار. وهكذا كانت تصريحات بعض المواطنين. الحمد لله يا ربي راح علينا هذا المرض، والحمد لله تحلينا الجوامع، تحلينا الأسواق، الناس ولات تخدم على روحها كما تشوفي هذا الناس قاعدة زاهية. وبالمناسبة هذه نوجه الشكر لكاع عمال تاع قطاع الصحة اللي يعطيهم الصحة، كانوا في المستوى وكانوا هما في الصحة، وإن شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد. عندي جاي بارك الله فيك. هنا كل شيء ولا كيما كان، فين انتم؟